مرحبا بكم في برنامجكم وساعد أمي. اليوم راني مع ميليسا. مرحبا أطفال. وبينجو. مرحبا أصدقائي الأطفال. اليوم عاودنا رجعنا لكم بصحة المرة مع تاتا إيناس. نعم اليوم كما تعودتوا علينا في هذا البرنامج نقدم لكم يا وصفات تكون سهلة وسخطو تكون ناجحة باش كيجربوها الأطفال لأول مرة في المنزل تاعهم تنجح لهم من أول استعمال. قولي لي تاتا إيناس واليوم واش حديرينا؟ اليوم حنديرو كيش بالطونة. وشنو؟ كيش بالطون. كارتونة؟ لا لا طون قلت. يا شحال نحبها سمكة الطونة شحال بنينة. إيبا هذا يتعجبك الشوق تعجبك هذا. قولي لي واش كاين مقادير؟ نبداو لائحة المقادير نسحقو فيها زوج كيسان فارينة، نص كاس زيت، حبة بيض، الماء باش نرفدوه كاع نرفدو نطمو العجينة، ملح، خميرة كيميائية وسكر. ولا فخص ديالنا واش نسحقو؟ نسحقو جبن نكونو مقطعينو مكعبات، جبن مبشور باش نديروه من الفوق، الطون وكريمه طازجه وحبه بيض بيان سور. شحال بنينه. انا نبدا ندير دوك هذيك لاباط اها وميليسا تخلط لنا هدايا مع البيض. داكوغ. وطاطا وشنو هذايا؟ هذا وشنو هذايا؟ شلاطة؟ لا لا هادو السبانخ. وشنو؟ السبانخ. وشكون هادو السبانخ؟ السلق. ما تعرفش السلق؟ ايه السلق ياش عبالك السبانخ فكرتيني في عمو بوبي كي ياكلهم يولي هكا قوي. كيما على بالك بلي هاد السلق مغني بالفوائد ديالو فيه الحديد ايتو، سمحنا يا اخترنا نديروه اليوم عصير. ايه ودوك تشوف ما تحسش كاع الكو تاع السلق فيه. يسمى كي ناكل السلق والسبانخ نولي قوي. اه بيان سور. اه تخي بيان. نشوفوا المكونات تاعو. قولي لي. نسحقوا السبانخ، حبه تفاح تكون مقطعه، مغرفه تاع العسل، نص ليتامه وحبه بنان. هذا ما كان. هذه انا نديرها باسكو. بيان سور تحضر هذه وانا ندير هذه. باسكو نحب الفواكه ونحب السبانخ. داكوغ. السبانخ ينحونا كامل واش ينحونا من الجسم تاعنا؟ ينحونا كاع السموم. يعتبر هذا ديتوكس. ولا انا نبدا بالعصير. داكوغ. معنا ميليسا انت فرغي لي هذايا هنايا مع الزيت ما بين ما انا نلبس ليكو. ميليسا واش راكي اليوم؟ راه غالبك رمضان. توا اليوم واش غالبني بينجو؟ وشنو؟ اني ناشطة اليوم واش غالبني رمضان. كي فاطرة اليوم؟ اني ناشطة ناشطة ناشطة. ايه مالا مديني تشوفي سباتول تشوفي سباتول سباتول هذيك فالا. شكرا. انا نبدا ندير الزيت تاعنا هنايا باش نبسو بيان على هاد الفارينة ديالنا. هذا ندير التفاح من بعد ندير حبه موز. اه حبه موز حايلك حبه بنانه. لازم ميليسا عطيني السكين. بصح لا لا ماشي تيجي بالسكين، انا نجي ندي السكين. اطفال ما لازمش تدناو لهاد الهديه باسكو خطيره بزاف. لازم الكبار هما اللي يقطعوا لكم وهما اللي يمدوا لكم. لازم يكون معاكم واحد كبير في الكوزينه. دوك هذيك نزيدوا الخميره الكيميائيه تاعنا والسكر. وزيدي لي الملح هاكي انتيا فرغي لي رشه تاع الملح. زيد لا خلاص. زيدي شويه برك باش ما تجيناش مسوسه. واصدقائي ما تنساوش حاجه مهمه قبل ما تدخلوا المطبخ، لازم تغسلوا يديكم مليح بالماء والصابون ولا ديروا قفازات كي تكون موجوده، واذا ما كانتش موجوده الماء والصابون يكفيو. دوك هاتيك نزيدو نكسروا حبه بيض في الوسط. تاتا عاونيني شويه. درت التفاح والموز. دوكا واش نزيد ندير؟ دوك زيد دير السبانخ. السبانخ روحوا لهنا. سبانخ هنا هنايا باش نقدر نلم العجينه ديالنا. اسمح نديروا اليوم شطيت حاجه. في نفس الوقت انت ميليسا باش ما نضيعوش الوقت فرغي لنا لا كريم فراش ديالنا هنايا مع الحبه البيض تاعنا. نجبد اسمحي لي. دوكا عرفتها. دوكا نزيدوا لها نصف ريتلا تاع الماء. نصف ريتلا هكا. اه نفرخها كامل. اه نفرخها كامل. اه بيان سور. السبانخ راهم يعوموا. دوكا دوكا نبدا نبدا الدور. نبدا تخلط. داكوغ. يا يما
هكايا دوك حنا نزيد ندورها شويه هذا اه بصح صبر دقيقه نقولهم واش لازم نديرو. قولي لي دوك حنا نخلو العجينه تاعنا ترتاح باش تتماسك مليح ونعاودو نوليو. مسكينه عيات العجينه تاعنا من الصباح وهي تجري. تاتا زيد لها العسل دوكا نزيد العسل نديرو العسل نديرو الداخل. حنا مشاهدينا كنا حضرنا ديجا اون بات حطيناها تبرد بيان سور باش شدت روحها. هاي الكلاباط تاعنا جاهزه خلاص. مين كملتي هذاك خلاص درتي له شويه ملح؟ نو هاك ديري شويه ملح وديري له هاد المكعبات تاع الجبن ديرهم له داخل. اه ديرهم له كامل. اه ديرهم له كامل. بتخلي هذيك لا بريباراسيون من جانب وحنا نروحو نديرو لاباط ديالنا في هاد القوالب. استنى جبت لها قطع كنزيد له شويه ولا راه مليح؟ زيد له شويه برك نزيد له غير شويه. اه صحيح تنيس خلاص خلاص عمت الدوخه. هاكي دوك انت واش ديري العجينه ديالنا لهنايا نسقيها كاع في المول ديالنا هكذا وانا ندير وحده وانت انت بين قعاون ندير معاكم. اه باش ندير العصير تاعي في الثلاجه باش يبرد خاطش مع الفطور شحال يجيبني. اه داك راح اقسم حنا ندي 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 شويه ولا بزاف ندي شويه وندير لها كتخبط تخبط. اه نسقها انا بيان هنا هكذا ياك نلبزوها مليح هكا. اه يا حيدت غير شويه يا حيدت. واش بينغو كيفاش راك مع رمضان؟ انا راني مع رمضان لاباس وانت يا راكي فاطره راكي مليحه. لا لا اليوم مانيش فاطره. ما كاينش فاطره مانيش اليوم هي صايمه هي شاطره اليوم صامت. اه انا اليوم نطرو طرف السحور نجري 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 وكفاك الوقت كفاني الوقت. اه تسحرت اكليت مليح في السحور وشربت الماء باش الجسم تاعي يتغذى بالماء مليح 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 ومن بعدها ايه توضيت وصليت وقريت شويه قران وزيدي بك هنايا من الجوانب هكذا. شحال راهي الدور؟ خلاص انا درت وحده انت وحده وانت درتي وحده. شوف تاع مينيسا شحال جات شابه. شوف انا جيت خير منكم. لا لا سي سي جات خير منك. ميليسا ماشي شاطره ميليسا فاطره. دوك هاتيك مشاهدينا نحطمو طون طونا تاعنا واش نديرو نحطموها؟ لا نحطوها ايه عبالي قلتي لي نحطموها. انا ندير وحده ندير هنا شويه القليل من الطون. انا عندي مغرفه تشبه للساندويتش هاي لك فيها بيتزا. دوك مينيسا دير تاعها معناتها دير تاعك داكا. اسمع حقرتيني خليتيني انا الاخير. أيه. باش تفوتوني داك تشوفي ما نديرها زين بنينه. دوك هاتيك نحكمو هذاك المزيج اللي درناه ونفرغوه هنايا. فوالا نحكمو قبل ما يهرب. شوف تمام بنينه والريحه شحال راهي. معليش ندوق معني. لا لا كسايم كسايم بينغو يا حي غريب ذوق تعباك نسيت. تلمو الريحه راهي زين شابه حتى قريب ذقت. يا هيا ميليسا يا ما خليتنيش كان غلطتو درتيه كامل وحدك. لا لا درت شويه بينغو. هيا روحي ديري انتيا تاعك فرغي عليها شويه هذا. انه لذيذ. يا طون دير شويه انا نحب بزاف نحب الطون ما في فيتامين هكا. انا حطهم لي عاوني شويه وديرهم في يتكلو. على اليوم دالتي تاع خصي تاع عمان. اه دالتي تاع عاونو قاعدتك روح ديرهم في الوسمه دالتي. معليش غادي نديها تاع الطون. اه نهايا خلاص كملنا كملنا بالطون دالتي نغسل الماء. معليش خلاص كملتي مينيسا سي بون جايد.
كي شفتوني صغيور درتو لي كامل معن. خصنا ندي هادو تاني. هكذا تاني هادي هنايا هكذا ونزيدو. بينغو مازال ما كملش تاعو. شوفي نتي شاطر عليه. ايه قد قلتي لي دي معن باش تفوتو لينا فوقك. لا كروطان ماما دير هادية. عطيني دير هادي. وش يسموها؟ هادي يسموها هاديك لاكخيم اللي درناها لداخل. يسموها لاكخيم؟ دوك منين نسانتي ديري هذايا هنا باش ما نضيعوش وقت. دوك نعبرها بلاك خير باش تولي تعوم الطونه الداخل. ديرك تاعك ولا دير؟ لا لا وحي كل واحد يدير تاعو. هكا ديري باغت وزيدي زيدي. دورها كامل. وندير لها بزاف فرماج ولا غير شويه؟ كيما انت اذا تحب بزاف دير بزاف، اذا ما تحبش بزاف دير شويه. عمرتها بالفرماج باش تولي معمره بالفيتامين ونطير بها في الطياره. انا دوك هذيك نروح نجيب الصينيه ديالنا اللي نحطوا فيها هذوما، نكون ديجا شعلت الفوق ديالنا 15 دقيقه هكاك باش يسخن لنا بيان. واش حتجيبي؟ نجيب الصينيه تاع الفرن. وتروحي حتى لاشين وتعدي تولي حتى ولي بعدا كيفاش الفطروا. قلت لنا حنجيب الصينيه تروحي حتى لاشين وتعدي. ماشي الصينيه قصدي نقول السنيوه. ايه بينغو. بصح قولي بلي الاطفال لازم شي هما اللي يشعلوا الفرن. بيان سور الاطفال ماشي لازم انتم تشعلوا الفرن. ماشي لازم دائما يكون واحد كبير معاكم في الكوزينه هو اللي يشعل الفرن بالك وتقربوا للفرن. دوك هذيك حنا مشاهدينا راح نحطوا هذوما في الفوخ، نحطوهم لمده 20 دقيقه حتى يطيبوا بيان، ونقنوروهم لكم في طبق تقديم مع الجو ديالنا. ياه سي تاجي ما درتوش في الفريجيدار دوك يجي سخون. دوك نعمرو بلي كلاصون. داك لتحضير كيش بالطونة وعصير السبانخ يلزم لنا زوج كيسان فارينة، نصف كاس زيت، بيضة، كأس ماء، ملعقة سكر، ملعقة خميرة كيميائية وملح. مقادير عصير السبانخ يلزم لنا السبانخ، السلق، تفاحة، موزة، لتر من الماء وملعقة عسل. رانا رجعنا لكم مشاهدينا. اللي كيش ديالنا اللي طيبناهم ام واجدين، زيناهم بشويه قارص، شويه زيتون ولي كونكوم. يا مريض حال جاوا تحبين. عجبوك مينيسا؟ عجبوني بزاف. دوك ماما تفرح بينا. وانا العصير تاعي درته في الثلاجه وعمرته بلي كلاصو، بصح ما حبيتش نديرو مباشره حتى نزيد ندورو شويه باش السبانخ يعوموا مليح ويكونوا معمرين بالفيتامينات. ايا راح خلطو. دوك راح ندوهم لي كيش كورتاج، راح ندوهم للعرس. جيد تري بيان. دوكا راح نديرو العصير تاعنا مباشره. شوفي مينيسا الالوان شحال شابين. كيما العصير جاهز. كيما بكم مشاهدينا الاطفال الصغار يحبوا بزاف الالوان، تسمى هذا العصير يساعدهم اون بلوس معمر بالفيتامينات. كيما بالكم كيما قلنا في بدايه الحصه ديتوكسي، تسمى مليح. وعجبكم تسمى ليكيش؟ عجبونا بزاف. تعاودوا تجربوهم يمال. اي نعاودوا نجربوهم في الدار باش نفرحوا ماما. داكو كيما وانتم ثاني مشاهدينا، اذا عجبكم عجبتكم الوصفه ما تنساوش تعاودوا تجربوها في المنزل. ومعني نقول لكم انا ميني سامينغو صحه فطوركم، ونلتقي في موعد اخر. الى اللقاء، مع السلامه. انا شوفي ندي العصير تاعي ونروح نجري. وحنا ثاني ندو ليكيش ونروحوا نجرو. بصح عطوني وحده. لا انت ما تخلينا واحد. خلاص انا عطيتكم وحده هكا، وعطوني نص تاع سنيوه. لا وحده برك.